بصريح العبارة هذه مفاوضات عبثية كما قلنا سابقا، وهي تجري بين الطرفين، هي الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هذه موضوع تفاوض كما وبيع الوهم الذي تقوم به إدارة بايدن وتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إدخال المفاوضين وإدخال المفاوضات إلى موضوع من الأساسيات في التفاوض. نحن ما يهمنا وما يهم شعبنا الفلسطيني عدة أمور يجب أن تكون واضحة للجميع. أولا إنهاء هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، ثم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل قطاع غزة. ليس يعني المفاوضات الآن التي تدعي فيها الإدارة الأمريكية وأننا ندخل بالتفاصيل، هي التفاصيل هي تقدم خرائط، حكومة نتنياهو تقدم خرائط إلى مواقع العسكرية التي ستبقى فيها في محور فيلادلفيا، إلى مواقع عسكرية ستبقى فيها في سليم. وهذه المفاوضات ليس الهدف منها كيفية تموضع القوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذه المفاوضات هدفها الأساسي هو وقف العدوان وإخراج قوات الاحتلال الإسرائيلي جميعها من قطاع غزة، ومن ثم عملية إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك شمولية الحل يشمل الضفة الغربية. أيضا الضفة الغربية الآن تتعرض لعدوان شبيه جدا بالعدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي، من حصار للمخيمات ومن يعني تهجير المواطنين، ومن استهداف متعمد للمدنيين، وكذلك استهداف المستشفيات. الآن مستشفى جنين وباقي المستشفيات محافظة جنين محاصرة منذ عدة أيام وليس الآن. وبالتالي كما قلت أختي، هذه مفاوضات هي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حكومة بنيامين نتنياهو، هدفها استغلال الوقت لتمرير ما يريده بنيامين نتنياهو على أرض الواقع. هناك الآن إنشاء يعني قواعد عسكرية في قطاع غزة، هناك عملية تغيير للديموغرافيا في قطاع والجغرافيا في قطاع غزة، وبالتالي هذه المفاوضات تستغل من قبل حكومة بنيامين نتنياهو ومن قبل والتغطية من قبل الإدارة الأمريكية لموضوع إعادة احتلال قطاع غزة وموضوع وقبل البارحة حتى وضع إدارة عسكرية أيضا. أين يستخدم الموضوع ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع في قطاع غزة، وما يجري من مفاوضات، وما يقوله المستشار الأمن القومي وغيره من الإدارة الأمريكية أن المفاوضات دخلت في التفاصيل وأن هناك تقدم في هذه المفاوضات؟ عن أي تقدم يتحدثون؟ إذا ممكن يستطيع جاك سوليفان أن يعطينا معلومات عن أي تقدم يتحدث به بموضوع المفاوضات، عندما بينما حكومة بنيامين نتنياهو تقوم على أرض الواقع بإعادة سيطرتها على قطاع غزة الفعلية، وتقوم بمشاريع هناك تؤدي إلى أن هذه السيطرة ليس فقط لأشهر أو لأيام مفاوضات، هذه السيطرة وهذا ما تقوم به على أرض الواقع يؤدي أن هذه الدولة ستبقى في قطاع غزة لسنوات عديدة. وبالتالي ما تبثه الإدارة الأمريكية كذب وافتراء، ولا يوجد تقدم في هذه المفاوضات، ولا يمكن أن تتحصل هذه المفاوضات على نتيجة إلا إذا وافقت حكومة بنيامين نتنياهو أولا وابتداء على وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية، ومن ثم تبادل مشرف للسجان وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة. قيل بأن الطرفين اليوم إسرائيل وحماس، سيد نعمان، قيل بأن إسرائيل والحماس قد سلموا يعني اليوم أسماء الأسرى وما إلى ذلك للتبادل حتى. فهذه النقطة أيضا كيف يمكن قراءتها كما تفضلتم بأن المفاوضات هذه عبثية كما أشرتم إليها فعليا؟ نعم، بغض النظر عن تقييم القوائم، يعني سيدتي إذا أرادت حماس أو غير حماس أن تكون نتيجة المفاوضات فقط هو تبادل الأسرى، تكون حماس قد أخطأت فعليا، وتكون أنها دخلت في نفق يريدها لها المحتل وتريدها الإدارة الأمريكية به، وهي إدخالها إلى موضوع التبادل وهو المرحلة، تطبيق المرحلة الأولى من خطة بايدن، والتي تعني فقط تبادل عدد أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية مع عدد من الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 عاما أو ما قبل ذلك وفقط، ومن ثم استمرارية العدوان. أنا لا أظن أن حركة حماس أو غيرها من فصائل المقاومة ستدخل في هذا النفق. الأساس في التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة نتنياهو للأسف الشديد جرتنا
جزئيا او من التفاوض للامور الاساسيه التي كان يجب المواصله الاصرار على التواصل على التفاوض حولها، وهي وقف العدوان وانسحاب القوات الاسرائيليه، وليس على موضوع تموضع القوات الاسرائيليه على محور فيلادلفيا من عدم تموضعها، فتح معبر رفح من عدم فتحه، وجود قوات دوله الاحتلال الاسرائيلي في معبر نتسليم او عدم وجود هذه القوات. انا اعي ان هذه الدوله وهذه الحكومه وهذه الاداره الامريكيه وغيرهم يعني يستغلون ما يعني إبادة الجماعية التي تكون بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرة شعبنا. هم يقايضون الآن بحياة مواطنين أكثر من 2 مليون إنسان في ومواطن في قطاع غزة بموضوعات موافقة حماس وغيرها من فصائل المقاومة على يعني بما معناه على اتفاقية. الأمر لم يبقى حتى في قطاع غزة أيضا. الأمر لم يبقى على ما يبدو أو لن يبقى على ما يبدو في قطاع غزة، بل أيضا يبدو أنه توجه حتى إلى الضفة الغربية. سيد نعمان، نعم، هذا العدوان له أهدافه العديدة. نعم، ابتدأ في قطاع غزة، ادعوا أنه نتيجة لما حدث في 7 أكتوبر، وتناسى الكثير منا ومن كل المحللين وغيرهم أن هذا الاحتلال موجود منذ ما قبل 7 أكتوبر، هذا الاحتلال موجود منذ ما قبل عام 1948، حصار قطاع غزة موجود منذ عديد السنوات. الآن الضفة الغربية أيضا كانت تستباح ما قبل 7 أكتوبر، والأقصى كان أيضا يقوم به المدن بن غفير وكذلك بإقامة صلوات تلميذية يومية في سباحات المسجد الأقصى. كل ذلك هذا يشير أن هذه الحكومة تنوي الآن وقررت تصفية القضية الفلسطينية إذا استطاعت لذلك سبيلا. وبالتالي هذه المفاوضات قلتها سابقا، لا يمكن أن نبقى نعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو بمواصلة التلاعب في هذه المفاوضات، وفي نفس الوقت هو يقوم على أرض الواقع بتطبيق ما يراه وما يعني يتماشى مع مخططاته وأهداف حكومته القائمة أساسا على نهاية انتهاء الشق بالقضية الفلسطينية، وأن تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي مسيطرة بالكامل على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والقدس. وهذا ما أثبتته هذه النية، ليست فقط مجرد نوايا، هذه النية أثبتتها على أرض الواقع من خلال أولا القوانين التي سنتها الكنيسة الإسرائيلية التي ألغت عمليا اتفاقيات أوسلو بالكامل، وأعادت السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكذلك تعيين يعني قائد عسكري لقيادة قطاع غزة. هذا يشير إلى أن ما يسمى باليوم التالي لقطاع غزة بنظر نتنياهو هو يوم إسرائيلي متواصل في استمرار الاحتلال والاستيطار ومحاولة تهجير شعبنا إلى خارج وطنه، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. شكرا على كل ما تفضلتم به. ضيفي من عمان السيد نعمان العابد، محلل سياسي ومستشار قانوني.